الشارع عبر هذه الوسائل، كان داس البابا والبابوات كان يستعمل وسائل التواصل الاجتماعي، وايضا وسائل التواصل الاجتماعي اللي بتنشر زي ما تفضلتي التزاماتهم ومشاركاتهم واحتفالاتهم وهيك، ف يعني شخصيه مؤثره بالكون الاعلامي. فكان في لغه مشتركه في هذه المنطقه اللي هي اللغه الاراميه، كان يحكي بالارامي السيد المسيح. فكل بنقول للجميع اللي خاصه العاملين في القطاع الاعلامي انه اليوم عيد الاذاعه، اليوم العالمي للإذاعة، نقول لهم كل عام وانتم بخير، نتمنى لكم يا رب خدمة مباركة دائما بمشيئة ربنا وبتعاليم ربنا السماوية، وين ما بتكونوا بكل مكان انتم بتنشروا المحبة، بتنشروا السلام، بتنشروا الطمأنينة، بتنشروا الخبر، والخبر الحقيقي، الخبر الصادق اللي يحمل السلام والطيبة لكل العالم. نعم. نحن حابين انه نتواصل معك ونشوف هالإذاعة اللي بلشتي فيها انت كمان وكملتوا في التلفزيون، وبتعطوا هلا دورات تدريب كمان للطلاب لاستعمال هذه الوسيلة، فكيف كانت أخت رندا بداياتك في هذا المجال؟ شوفي كيف، هلا انا عاده بديت زي ما نقول بالتلفزيون بقناه رؤيا نعم. ب 2011، وقبلها كان عندي تجربه سنه بس ب اي تي في نعم، اللي ما طلعت على الهواء نعم. فكنت دائما بحب الاعلام، شغفي اني اكون بالاعلام، انه هقدر اتعلم اشياء جديده، اوصل معلومات جديده. وبالفعل لقيت انه هذا المجال الاعلام، يعني بقدر انا احكي اعلام اكثر لانه خبرتي اكثر تلفزيون نعم، ولكن هو الاعلام سواء كان اذاعه او تلفزيون هو وسيله دائما للتعلم لكل اعلامي، يكسب الفرصه، انه هاي فرصه لإلك لتضلك تتعلم اشياء جديده نعم، افكار جديده، معلومات جديده، تتعرف على وجهات نظر جديده، وتكون انت دائما اهل للثقه في المكان اللي انت موجود فيه. قديش بتشوفي ست لينا التحضير المهم هلا حاليا؟ يعني لازم الواحد يكون محضر المادة، يحضر التقرير، يحضر قديه ثقافة الشخص المذيع بتأثر على أدائه، بتأثر على مصداقيته، مهم هذا الشيء، يعني ثقافة المذيع ما يكون مغيب عن الأمور الجوهرية أو الأمور المهمة إنه يعرفها. وهل بتشوفي إنه هذا الموضوع أو الثقافة أو العمق في التفكير والنظرة البعيدة موجودة حاليا في مذيعينا ومذيعاتنا في الساحة الإعلامية؟ يعني أول إشي الإعلام، خاصة الإعلام المرئي والمسموع نعم، يعني إذا ما عندك الشغف وما عندك الكاريزما، خاصة اللي بدك تكوني تقولي أعزائي المشاهدين، لازم الناس لما تشوفك ما تشيل المحطة، يعني لازم يكون عندك قدرة نعم، أنك أنت تجذبيهم نعم، فلازم يكون في شيء من ذاتك نعم. الثقافة والتعليم مستمر في مجال الإعلام نعم، يعني ما بيوقف نعم، لأنه التكنولوجيا متسارعة، يعني ما عم تلحقي، لازم تكوني عم بتعرفي شو عم بصير، شو عم بتصير تطورات، وتتابعي محطات، يعني مش بس محلية، لازم تشوفي قنوات فضائية عربية، وتشوفي كيف كمان الآخرين العالم الغربي كيف بيغطي الأخبار. فأكيد في فرق حتى على مستوى تطويع التكنولوجيا في نقل الخبر، صياغة الخبر، اختيار الضيوف نعم، كيف تطرحي أسئلتك، يعني هاي كلها مهارات تكتسب مع الوقت ومع التمرين، وأعتقد كل إنسان لازم يكون بده يتقدم لهاي المهنة لازم يكون عارف يعني وين حاطط إجريه، وتكون عنده رسالة كمان نعم، لأنه الإعلام له وجهين. قديش مهمة شخصية الشخص اللي المذيع، وإحنا عم نحتفل باليوم العالمي للإذاعة، قديش الشخص اللي بيوصل هذه الرسالة عبر الأثير إنه يكون صادق من جوا عشان يكون كلامه صادق ليطلعه للمستمعين؟ شوفي دكتورة، أنا بدي أحكي لك شغلة، لما بلشت بالإذاعة كان قبل 18 سنة وما نعم، كان في سوشيال ميديا وما كان في تواصل. أنا نعم، يمكن أكثر جملة بحبها إنه الناس مثلا بكون ماشي بيقولوا لي عرفناكي من صوتك. من صوتك. فيمكن من الأشياء الحلوة بالإذاعة إنه الأدوات البسيطة هي اللي بتوصل للناس. وأنا صرت أكتشف لو شو ما كان ولو شو ما دخل وسائل جديدة للتواصل الاجتماعي أو أي شيء، المشاعر الحقيقية بتوصل للناس.
المشاهد او المستمع ذكي كثير، فاذا إشي مش طالع من قلبك رح يحسوا فيه، واذا إشي فيه تصنع رح يحسوا فيه، فكل إشي من القلب يصل الى القلب. حلو، دائما بحكي هاي الجملة. نعم اكيد، وهذا اللي بنشوفه دائما بادائك اخت رندا. بدي اسالك قد ايه مهم يكون المذيع عنده الموهبه، يعني المعرفه الثقافيه والعلم والشهاده والدراسه كثير مهمين، لكن ايضا هل تحتاج انه يكون عند الشخص موهبه؟ يعني انا دكتوره، ما بعرف اذا بتعرفي، انا ما درست صحافه واعلام، انا نعم. درست تسويق، وأنا بالأصل ممثلة قبل ما أكون إعلامية. والله حلو، هي من أشياء عرفناها هلا جديد، برافو. ودخولي للإعلام كان بالصدفة، لكن الموهبة تثقل مع الزمن، تثقل مع الوقت، وتثقل مع التجربة. نعم. فحتى لو عندك موهبة هاي ما بتكفي، لازم الواحد يشتغل على حاله، يتدرب على حاله، ويقرأ ويتعلم ويشوف يعني ناس أكبر منه وأنجح منه بكل أنحاء العالم ويتعلم منهم. فإحنا كل يوم نتعلم بمهنة الإعلام. زي ما بتعرفي اليوم الإذاعة نوعا ما انسرقت بهجتها وبريقها مع بروز مواقع التواصل الاجتماعي للسطح خلال السنوات الماضية. يعني زمان أنا بتذكر بال2009 أول ما بديت بإذاعة راديو روتانا، كانوا الناس عندهم فضول يعرفوا كيف شكل هذا الصوت اللي عم يسمعوه. كان في دفء وحميمية كتير كبيرة للإذاعات. احنا بنعرف انه الناس اتعلقت بأصوات على طبعا الإذاعات العالمية لسنوات طويلة. فاليوم احنا عندنا تحدي كتير كبير ان نقدر نواكب ونستمر في ظل ثورة مواقع التواصل الاجتماعي وثورة الفيديوهات السريعة والصور و هل تعتبري انه الصوت لوحده كان اكثر حميمية واكثر وصولا للمستمع من انه يصير صوت وصورة صار فقط بريقها وفقط فقد المتابعة او الاهتمام؟ هلا انا بحن وبشتاق لايام الراديو البسيطة، زي ما ذكرت لك لما كان المستمع انت جزء من نهاره. نعم. جزء من نمط حياته، واحنا لانه بنقدم برامج صباحيه فبتحسي بتصيري جزء من الدنيين، وعندهم فضول انه هم ما بيعرفوكي، انت عم بتوصلي كل مشاعرك سواء اذا مبسوطه اذا زعلانه اذا غضبانه اذا حزنانه، كله بيوصل بس من خلال الصوت. فهذا شيء اصعب طبعا، لانه على التلفزيون وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في كثير اكسسوارات بتساعد الاعلامي انه يوصل رسالته، ولكن على الراديو احنا بنحكي عن صوت بس. يعني الناس تخيلي شخص يحس بالقرب بس من صوتك، فهذا شيء كثير مميز، وما بعتقد لا التلفزيون ولا مواقع التواصل الاجتماعي عندها هذا السحر خلينا نقول. ولكن اليوم اللي انا بحكيه، اذا بدنا نكون يعني واقعيين ومش رومانسيين، بتوقع انه الانسان الذكي والاعلامي الذكي هو اللي بيقدر انه ما يضله بس متمسك بالماضي ومتمسك بادوات الماضي، لانه الجيل تغير. نعم. الجيل اختلف، يعني يمكن اللي بالاربعينات وبالخمسينات وما فوق لسه بيستمتعوا بموضوع الاذاعات، ولكن اذا احنا بدنا نحاكي الجيل ال 16 وال 17 والعشرينات، اليوم بدك تقربي منه. فانا بعتقد انه نقل المحتوى من الاذاعات، يعني عم نشوف عدد كثير كبير من الاذاعات اليوم صار يدعم الاستوديو بويب كام عشان نعم. يقدر يعرض البرامج لايف. نعم. يقدر الشخص يحضرها من مختلف انحاء العالم. ف ما بدي اقول هو تحايل على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن نوعا ما بعتقد انه الاعلامي الغير بارز على مواقع التواصل الاجتماعي او الغير حاضر على مواقع التواصل الاجتماعي عم بينظلم. ربيكا عودي، انت ناشطه ومؤثره على التواصل الاجتماعي وعلى منصات الانستغرام وايضا فيسبوك، وايضا انت كمان ناشطه اجتماعيا ومجتمعيا وملتزمه كنسيا وإيمانيا ودينيا. قد ايه بيأثر العمل الإذاعي والعمل الإعلامي؟ انت طبعا دارسة إدارة أعمال ودارسة تسويق، لكن أخذ منك
الإعلام وعلى السوشيال ميديا، لأنه كل اللي بيشتغلوا على السوشيال ميديا كمان الميديا كمان هن إعلاميات، لأنهم بينشروا خبر، بينشروا معلومة، والإعلامي هو اللي بينشر وبيبث أفكار وبيبث معلومات ومواضيع وبيثير وبيطرح مواضيع معينة، وانتو هذا اللي عم تعملوه كمان من خلال منصات الانستغرام والتواصل الاجتماعي الاخرى. فخبريني المحتوى انتو اللي بتحطوه، ايش اهم الاشياء اللي بتحطوها في المحتوى؟ لازم تحتوي على شو؟ هلا نحن كمسؤولين عن منصات التواصل الاجتماعي، كل خبر نحن عم نبيعه نحن لازم نكون في عنا مصداقية فيه، وفي كمان عنا يعني مش بس نكون صادقين بنقل الخبر، كمان نكون يكون خبرنا بيست على دراسات، خصوصا إذا الموضوع بتعلق بالصحة. كل معلومة عم ننشرها سواء تحذير أو تنبيه أو لفت انتباه على أكل غلط أو أسلوب حياة غلط أو ممارسات يومية عم نعملها غلط بتأثر على صحتنا النفسية أو الجسدية، لازم أول إشي يكون في مصداقية بالحكي اللي عم نحكيه. وكمان نحن كمسؤولين على هاي المواقع كثير نتعرض لشركات تحب إنها تروج لمنتجاتها من خلال مواقعنا على التواصل الاجتماعي، نعم. خاصة لما يكون في عندك متابعين كبار. نعم. احنا لازم يكون في عندنا مصداقية، انه ما نحاول دائما نروج لمنتجات نعرف انها هي بتأثر سلبا على المتابعين تبعونا. نعم. لازم يكون في عندنا اخلاقيات بعملنا، وخاصة انه الناس عم تسمع عم بترد علينا، فكثير مهم انه نحن ما نتجه لهذا الاتجاه الترويجي بنشر المعلومات اللي ينصفي عم نحكي فيها معلومات غلط او معلومات او ترويج لمنتجات انه ناس تستعملها وهي مو بحاجه لها، او ترويج لادويه او يعني انا بحكي لك عن تخصصي، نعم نعم، ترويج لادويه او مكملات غذائيه للتنحيف او لتكبير العضلات، وكلنا بنعرف السايد افكتس وال السلبيات اللي بتيجي للناس انهم يستخدموا هاي المنتجات والمكملات. فكثير مهم يكون في عنا مصداقيه بكل شيء عم ننشره، ونكون كمان يعني انا دائما بحكي هذا الشيء انه ما بزبط نحن نحكي المعلومه وما نطبقها نحن.